يسعى العديد من المنتجين لتطوير الصناعة المحلية لتقليل الاستيراد خصوصا وما يتعلق بالمواد التي يمكن تصنيعها بالجزائر. متابعة في الموضوع مع إيمان عياش. تحويل البلاستيك بالجزائر صناعة قلما نسمع بها، لكن عبد القادر استطاع أن يرفع التحدي ويثبت تواجده بتجربة فاق عمرها 30 سنة بصناعة عدة منتجات عالية الجودة، منها أكياس غذائية منسوجة، كما أن المصنع يحمل أزيد من 300 عامل. احنا نحول كل ما هو مادة بلاستيك في ميدان الفلاحي والتغليف الصناعي والصناعة الغذائية. هذو هما 3 حوايجات اللي مركزين عليهم. هو فيما يخص الفلاحه هو كل ما هو غطاء، يعني لي سير اغريكول لي غان ديليغاسيون اي لو تويو ديليغاسيون. فيما يخص التغليف هو كل ما هو تغليف صناعي في الفيلم تيراب لو تراكتاب لي بوشيت توتسكي فيلم. وفيما يخص الغذاء التغليف الصناعي هو اكياس منسوجه لكل المواد الغذائية. شركة متيجة لتحويل البلاستيك استطاعت أن تبني لنفسها مكانا على المستوى المحلي بتغطيتها جل التراب الوطني، وكذا على المستوى الدولي بتصديره لعدة دول. احنا حقيقة نمشوا كل الأسواق تاعنا، يعني نجم نقول اللي تكون طبيعية للمستقبل هي السوق العربية والسوق الإفريقية. هذوما الأسواق اللي نجم يكونوا دي مارشي ناتورال بور لالجيري بور لاندستري الجيريان. سي دي مارشي عرب باسكو الاتفاقيه الجزائريه مع الدول العربيه اللي ما عندناش فيها ضرائب متبادله، هذه راح تحلنا طريق. وحنا كنا بعثنا الساعه تاعنا راحت لمصر وكانوا فرحانين بالسعر وبالنوعيه، يعني هذا شيء اللي يشرف. السعر والنوعيه كانت متقبله في مصر. تشجيع المنتوج المحلي واعطائه فرصه للبروز في الميدان سيقلل من الاستيراد وسيزيد من عزيمه المستثمرين المحليين، وهو الامر الذي يطمح اليه عبد القادر، خصوصا وانه حامل لعده مشاريع.